السلام عليكم، انا حمزه الافضلي، خادير محمد، عمو ديال الياس. هذيك الصباح الياس مسكين جمع الحويجات، جمع هذيك المسائل ديال البحر، قال له صافي بابا انا جمعت هذا الشيء وانا هنايا كنفطر. سمعتهم شبروا البحر، شبروا الطريق، مشاو. انا لحقت عليهم، لحقت عليهم، جبرتهم ثلاثه بهم بخير وعلى خير كيصادوا. انا مشيت طليت عليهم في واحد الصخر تما الحفره، جيت جبرتهم تما، انا شفتهم هما ما شافونيش، زدقت بالدس واحد الحجره اخرى، مشيت لحجره اخرى كنصيد. المهم انا مشيت ديك الحجره بقيت كنصاد، عاود الماء طالع بقى كيضرب عليا حتى انا البحر، خافت كان البحر هايش ديك النهار. لحقت اليوم واحد، مشيت لواحد البلاصه، جبرت غير خاي محمد وولدو الصغير، خا ديال الياس الصغير، جبرتو تما جالسين. قلت لمحمد بان فين هو يوسف، فين هو الياس؟ قال لي راه طلع، قال لي راه طلع. انا صحابي طلع بحالو، بقى سفودني طلع بحالو، فهمتي؟ بقى سفودني طلع بحالو. واخا وليت عاود نخاص الصغير، قلت له يوسف فين هو الياس؟ قال لي طلع عمو مع واحد اربع الدراري هيدا. قلت له صافي. انا بين سمعت اربع بوا قال لي طلع بحالو، وهو قال لي طلع من هنايا، استرجمت. قلت واقيلا بوا راه قال له غنبدل بابا الصياده من هنا، راه مشى مع ديك اربع الدراري، ما ترجمت مع بالي. انا بدلت ديك الحجره، جيت بغرض خاي وبقيت كنصيد. خرج حدايا الطربوش، هزيتو بالصناره، ما بغاش يتسيب لي ديك الطربوش، زولت منو الصناره، بغيت نسيبو، ما بغاش يزول لي من يدي، طاح تما بلاصتو. حتى لا غدا ودا سم مراس ديال الخاوه محمد باد الياس، اختها ديال مراس الخاوه، ودا جبر الطربوش تما، قال له هو دا هذاك ديال الياس. انا سيدي جالس في الكوميساريه، تدخل عليا ديك الطربوش، دخل عليا ديك الطربوش، بقيت هي مشلوط ما فاهم والو. نقول لك خمسة ونص، ستة ونص تما باش جبرت الطربوش، والبحر ديك الساعة طاح شوية، طاح شوية. الساعة اللي وقعت الواقعة عن الياس ديك الساعة بساعة ونص هو كيعيط فشي بلاصة، عمو عبا كدا، انا ما عارفش الطربوش ديالو ديك الساعة. ما علينا، لا غدا بدينا نقلبو. دابا راه الياس شي 7 8، وحنا نقلبو دابا 8. واخا مشينا عند رجال الشرطة، هبطت معاهم انا قراعي، الناس حاضرة، هو النسيب ديالي هو جالس حدايا كيسمع، هبطت معاهم قراعي ديال اللي كيغطسو بهم، والصخر كيزلق، وخافت نطيح بالحوايج دادين، ودخلت غمرت معاهم. وفعلا ديك النهار هذاك يدو ما كتبانش، قال لي بان حمزة خاير، انا دخلت كنعمل يدي هيدا ما كتبانش، علاش؟ كان تراب كيطلع في الماء، كان تراب كيطلع في الماء. خرجوا مشيت جبت معاهم قراعي، وليت وبقيت كنهود كل صباح تما، كل صباح كنهود تما، كنجبر لا ماريشيني كتعمل نص ساعة د ما كان ولا ساعة كدور تما، كتشي وكتجي، صافي كتشي وكتجي، كتدخل بحالها في الصباح، صافي. يعني حتى جوج سوايع ما كملاش جوج سوايع كيدخلوا بحالهم. أنا شفت لا مارين أخرى كبيرة كحلة ديال ما نعرف حتى شي، لا مارين كحلة أخرى، قومة أخرى، هزت شي حاجة فرحوني. انا قلت زعما شي حاجه، ما شي حاجه اخرى جبروا. قال لي مستقسيت واحد بحري، قال لي هزوا شي حاجه اخرى. المهم ما بغيتش نقول انا داك الشيء بالراسو، حنا باش يشغلنا. انا اللي كنطلب منهم يقلبوا معنا على الياس في الكهف، كيف راه جبر واحد النهار خانه تما ميت، وما بغى يدخل له تما 12، دخل له غير حبيبه هذه الوالده، هذه اللي هضرت معكم، هي هو اللي دخل مسكين، دخل مور ديك السيد، بدا له من البلاصه اللي طاح الياس وهو داخل، هي مرايا والتوبوج وجبدو مسكين. المهم في هذيك الكاف في كاينه بلايص الحمام تما، وجي هذا الراس، والحفره الزفت راه كاينه السطوحه، خصهم يجيبوا كلاب، حيت انا علاش انا الا هاوت نقدر نطيح تما، الصخر كيزلق ياك، والديور اللي تما راه خاوي الناس ساكنه بوحديتها تما، انا ما نزعمش ندخل، ما خصنيش. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.